المستشعرات المساعدة على صف السيارة مصممة لتنبيه السائق بالعوائق والأجسام المحيطة، وذلك عن طريق إصدار أصوات وأضواء تحذيرية. يتم تسارع الصوت التحذيري تدريجياً مع زيادة اقتراب السيارة من الجسم المحيط إلى أن تصبح النغمة مستمرة. يظهر كذلك شكل توضيحي للسيارة على شاشة المعلومات يعرض مكان استشعار الجسم بالنسبة للسيارة. بإمكانك أيضاً الاختيار بين عرض الشكل التوضيحي للسيارة على شاشة الوسائط المتعددة أو عرض شاشة مراقبة المنظر الخلفي. يتم تشغيل وإيقاف نظام الاستشعار باستخدام الزر. لتغيير إعدادات نظام الاستشعار اتبع الخطوات التالية: اضغط على زر الإعدادات في نظام الوسائط المتعددة، اختر السيارة، اختر إعداد تويوتا بارك أسيست، اختر البند المطلوب تغييره، مستوى الصوت لتشغيل أو إيقاف الشاشة، لضبط الشاشة واختيار نغمة التنبيه. راعي التنبيهات التالية عند استخدام مستشعر المساعدة على الاصطفاف: حافظ على سرعة 10 كيلومتر في الساعة أو أقل. تذكر أن مدى رصد المستشعر وعدد مرات التنبيه محدودة. تجنب تركيب أي إكسسوارات أو كماليات ضمن محيط مناطق الرصد. إذا تم عرض عبارة Clean Parking Assist Sensor، قم بتنظيف المستشعرات في حال عرض عبارة Parking Assist Malfunction أو العلامة التحذيرية، أو في حالة إضاءة المؤشر باستمرار بدون صوت تحذيري. راجع وكيل تويوتا.